السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة مباشرة من حصاد 24. نعتذر عن هذا التأخير في حلقة الليلة وفي لقاء خاص مع ضيفنا الكاتب والناشط السياسي الأستاذ لامين البوعزيزي، قراءة في آخر الأحداث والمستجدات وطنيا وعربيا، على رأسها تصفية قيادات حمسوية قسمية في جنوب لبنان، دلالات التوقيت والجريمة، وخصوصا بعد 89 يوم من حرب أو الجريمة المتواصلة على الفلسطينيين في غزة، بعد عودة السعيد لتهديد وسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني، وبعد إنهاء أعمال الهايكا هيئة الاتصال السمعي البصري بمراسلة على البريد الإلكتروني، مراسلة يتيمة لم يسمح لأعضاء الهايكا بقراءتها وفق تعبير، أو على الأقل وفق ما جاء في تصريح السنوسي سنرى جزء منه بعد قليل. إذن استهداف المجتمع المدني ووسائل الإعلام، مزيد تركيع الإعلام، ما الذي يخيف أو يفزع السلطة في المؤسسات الإعلامية في ظل سيطرته على مجمل السلطة داخل البلاد؟ ولكن من جهة أخرى نسأل، أسوار الرمل ومدائن الطوب هذه حسب تعبير أحدهم، جمعيات حقوق الإنسان على وجه الخصوص جمعيات الحقوقية والمجتمع المدني بصفة عامة، هل خانوا الديمقراطية يوم ارتضوا العيش في ظل الدبابة؟ هذه مجمل المحاور. أستاذ أمين أهلا وسهلا بك، مرحبا مرة أخرى في هذا اللقاء الخاص في حصاد 24. مرحبا سيدي، تحية لمرافقيك وتحية لكل مشاهدي زيتون أينما كان. مرحبا، إذا نسأل بداية، خلينا نبدأ بالجريمة الجديدة المرتكبة البارحة، اغتيال الشيخ صالح العروري وقيادين من القسام في جنوب لبنان، توقيت الجريمة ودلالتها سلامي. نعم استاذ، كما قلت يعني اولا نحن نشهد ملحمة يعني غير مسبوقة في تاريخ ما نسميه بالصراع العربي الصهيوني، يعني تقريب اذا كانت الصهيونية لها سبق يعني نقول انت سرعة حسم المعركة مع الجيوش الإعلامية العربية، وحتى وان حكمت بسم الله تفضى يعني فقط المعركة وحكمت باسم فلسطين، لكنها يعني لم تحقق انتصارات يعني كبيره، بل بالعكس يعني المشهور هي حرب الايام الست هكذا، وانتصار على جيوش عربيه عديده يعني جبهات ما يعرف بدول الطوق. لكن اليوم في ظل معناها حرب شعبيه طويله الامد والثوبان تعتمد التعبئه الروحيه يعني ما نسميه بال يعني الحروب الجهاديه، تم تمرير أنف هذا الجيش الذي لا يقهر، هذه الأسطورة التي روجوه لنا الجيش الذي لا يقهر لا قهر وذل في يعني غزة الداخلة، ضرورة المجرم يعني نتنياهو سيبحث عن يعني تقريبا يعني تقول أنت ما يرد بعض الاعتبار له ولمفاداته، فيدعون إلى الاغتيال. معناها الملاحظ أن الاغتيال لم يجري في غزة، الناس أنا لم أقرأ لكن ما يتداول كثيرا في يعني المنتديات الذي التواصل الاجتماعي أن البطل الكبير يعني السنوار المطلوب رأسه من قبل الصهاينة يقولون أنه بالدجاجة التونسية طهر ونظف الساحة من يعني الخونة أو العملاء أو الناس كل يعني يعرفوا أن جزء كبير من القيادة السياسية يعني حركة حماس موجودة في قطر، وتعرف أنت ما يقال عن قطر معناها والتطبيع والكلام تعرف كذا، ومع ذلك لم يتم اغتيالهم. تم قيادي كبير يعني نذكر مرة أنه وسيلة في ما يعرف يعني دبي، والآن الاغتيال يجري في منطقة محسوبة على المقاومة يعني محسوبة على حزب الله. لا يسجل كما قلت لك أنه لم يتم في مكان
يعني متهمين على من قبل الخطوب انه فيه تطبيع وفيه صفقات، لم يجري هذا الامر لا في يعني الدوحه ولا في غزه، وانما جرى في لبنان في حضره حزب الله. هذا لا املك، املك فقط هذه، لا املك طرح الاسئله ولا املك الاجوبه. على ذكر الأسئلة، أحدهم علق قال: لمن لا يمل من السؤال ويعني الغمز، يقول إن قادة حماس دائما يبيتون في نزول 5 نجوم. قال إنه قادة حماس أمامك من النفق إلى السجن إلى المنفى إلى الجنة، ألا تخبرنا أين تقبع أنت؟ ربما أحسن السؤال. أستاذ لمين، فعلا هو تطور جديد، يعني أنه الموساد في يعني نفذ تهديداته التي لم يخفيها، وقال كل مناطق العالم مناطق مفتوحة وستلاحق فيها المقاومة. احنا كتوانسة كتونسيين في اكتوبر 85 جريمة حلم الشط، وبعدين في 88 اعتقد في ابريل اغتيال ابو جهاد، 88 اعتقد، واخيرا تعرف في ديسمبر 16 2016 محمد الزواري. هذا الكيان الصهيوني الذي يتبجح بجرائمه واليوم مكشوفه من العالم، الاصل فيه عنده خطاب رسمي يتحدث عن الصهاينه بالصوت العالي، حقيقه صوت غير مسبوق، اليست فرصه مواتيه ان تتوجه الدوله التونسيه على الأقل في ذكر في ظل ما ذكرته هيئة الدفاع عن عائلة الشهيد محمد الزواري مؤخرا، سمعنا الأستاذ العيادي أنه ثم قراءة قوية على تورط الموساد، على الرغم أن القضاء التونسي لحد الآن لم يوجه تهمة رأسا إلى الموساد. الأصل فيه يعني سياسيا وفي ظل ما توجهت به جنوب أفريقيا، تعرف محكمة العدل الدولية، على عكس الدول العربية كل تكلموا ولم يفعلوا، أليست فرصة مواتية أن توجه الدولة التونسية على الأقل في قضية الزواري؟ طبعا أستاذ حسين، كما كنتم تقولون يعني الصهيونية تنشط في كل مكان ومقاومتها مباحة في كل مكان، هذا يعني معلن على يعني الجميع. الصهيونية اعتدت علينا في تونس كما قلتم يعني تقريبا 3 مرات، يعني اغتيال أبو جهاد والعدوان في حمام الشط و اغتيال الشهيد يعني المهندس اللي قام اليوم فلسطين تفتخر باثنين، يعني نعم تعرف قسام، عبدين قسام من اصول عراقيه ولد في سوريا وقاتل وجاهد في فلسطين، والزواري من تونس. يعني كلمتي الزواري والقسام تكفي ان هذه المعركه معركه امه اكثر منها يعني معركه الفلسطينيين. كما قلت انا يعني هناك عدوان واضح المعالم للتحليل، يعني ان الصهيونيه والده في العدوان على تونس، في كل العالم مشروع لدوله يعتدى عليها انها تشتكي وانها ترد وانها تقول هذا من اعتدى عليك، يعني يفترض ما تمش عليك يتم الصمت على هذا الامر. تونس عمرها ما اعتدت على هذا الكيان يعني الغاصب، ومع ذلك هذا الكيان نفذ 3 عدوانات في أرضنا في بلدنا. يعني هذا الأمر يفترض كما قلتم أن يوجه بشكل واضح، هذا العدو اعتدى على بلدنا. البرادعي ها نشوفه في عربي 21 تصريح يقول أنه عدم انضمام العرب لدعوة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وصمة عار لا تمحى ولا تمحي. للتذكير أنه جنوب أفريقيا تحدثت برلمان اعتقد عمل قانون وقف العلاقات وطرد السفير، وتوجهت الى محكمه العدل الدوليه. محكمه العدل الدوليه توجه لها الدول واجهت الدوليه المنظمات، توجهت فعلا الى الدول الى بشكايه رسميه ضد الكيان الصهيوني. اليوم سمعنا انه تركيا قالت انها تأيد جنوب افريقيا، لكن الدول العربيه ورغم كل لغط ما ثمش عملية رسمية. ذاك علاش اليوم كي يحكي البراد يقول عدم انضمام العرب لهذه الدعوة، دعوة جنوب افريقيا، هي وصمة عار لا تمحى. التذكير كما اعطيك كلمة مرة اخرى انه اسرائيل والكيان الصهيوني باغتياله البارح للقيادات القسامية، قيادات من الصف الاول بالنسبة للعروري، الشيخ العروري قيادة هو نائب رئيس حماس في الضفة او رئيس حماس في الضفة،
سريعا اغتالت الإضافة لصبر وشتيل لهدف سبتمبر 82، اغتالت الروائي غسان كنفاني في جوليا 72 مع ابنة أخته، فجرت له السيارة متاعه في بيروت. تمت محاولة اغتيال أنيس الصايغ، اغتيال كمال عدوان والشاعر والإعلامي كمال ناصر في أبريل 74. يعني الجرائم الاحتلال هذه متواصلة في الزمان والمكان. إذن هل من تعليق سريع على تصريح البرادعي يا أستاذ لمين؟ هو السي حسين يعني هذا نعرف مستعقبا لسبب ما يجري في جنوب أفريقيا منذ عقود مضت، عندما كان نظام الأبرتايد في جنوب أفريقيا وكانت الأمم المتحدة مشروب العالم في ظل الفرصة الشرقية وعدم الانحياز وتعرف هذا الكل، كانت يعني الصهيونية تعرف أنها عنصرية يعني مدانة تعامل معها، كانت العلاقات متطورة مع نظام الأبرتايد في جنوب أفريقيا. بعد الملحمة وبعد ما نزل هو أنه يعني تم تفكيك نظام الأبرتايد في جنوب يعني أفريقيا، نرى ثمراته اليوم أن من تحرروا من نظام الميز العنصري اليوم يعني كما قلت سمحت بالدرجة يحط صباحاً في عينين نظام الميز العنصري الواضح يعني نظام الأبرتايد في فلسطين، يعني هذا الكيان الصهيوني. يعني معناها أول درس لنا أنه فعلاً جنوب أفريقيا تحررت من نظام الميز العنصري، وهي التي كانت أكبر صديق لنظام الميز العنصري الذي يحتل فلسطين اليوم تتبرأ منه وتحس بالعار. هذا يعني جانب كبير. الجانب الآخر هو يعطينا هو العار علاش معناها يعني بمنطقة أن فلسطين التي تدافع عن أمة الأمة تحديدها أو عن قلب كل إنسان نظم هذه الدول يعني المنتمية إلى أمة يعني الأمة القادمة إلى فلسطين يعني البعيد من غادي كما تقول أنت جنوب أفريقيا بالتزام أخلاقي ويعرف إيش معناها أبرتايد ويعرف إيش معناها يعني نظام إبادة عنصري بالضرورة سيحس بالفلسطينيين، لأنه شعب جنوب أفريقيا مُنى بنظام إبادي ونظام عنصري شقيق النظام الصهيوني اليوم. تحرر شعب جنوب أفريقيا ويمد يده إلى فلسطين ويتبرأ من علاقة مع نظام مجرم كان مثيله موجود هناك. حكام العرب أمر آخر للأسف. نعم هو عار يعني. نعم. نمشي سريعا في الاسابيع الاخيره جدد السيد سعيد في الحقيقه حتى منذ سنه تحكى على الاعلام وحكى على جمعيه المجتمع المدني، لسنا ندري ان كان في باطن التهديد والوعيد ام بالفعل قد يسير في اتجاه سن قوانين ومراسيم. لانه حتى نسمع سريعا حديثه عن الاعلام في الايام الاخيره ونشوف ماذا يخفي هذا التصريح او ماذا ينتظر الاعلام والمجتمع المدني. يلا سريعا. يقتضي الواجب ويقتضي العهد الذي قطعته مع ربي ومع الشعب التونسي ومع نفسي أن نخوض حربا بلا هوادة ضد المفسدين الذين ما زالوا إلى حد اليوم يتخفون وراء بعض الأشخاص. وأعلم جيداً اللوبيات التي تعمل من خلال جملة من الجمعيات أو من وسائل الإعلام أيضاً، حتى العناوين تقريباً في الصباح تجدها هي نفسها، فكأن القرار تم اتخاذه من قبل جهة معينة ويتم تناوله في الصحف ثم بعد ذلك يتم تناوله في عدد من البرامج، فمركز القرار واحد، ولا بد من أن يعلم هذا المركز أننا نعلم بوجوده ولن يكون بمنأى عن المحاسبة. نعم، نعيد الحديث مرة أخرى في هذا الموضوع مزيد المواصلين على خلفية ما يحصل الهيكة هذه الأيام. سنأتي بعد قليل لتصريح جديد للسيد سنوسي هشام سنوسي عضو الهيكة الآن منتهية عمليا بالقانون وغيره، ولكن نبدأ حديث سعيد أستاذ لمين مرة أخرى في مثل هذا الظرف. حكينا قلنا عنده عام زي بحكي عن الموضوع هذا،
عن إمكانية سن قانون جديد. ثم مرسوم خاص في 2011 بيحكي على قانون جديد خاص بتمويل الجمعيات، ويهدد بأنه سوف يوقف السبالة متاع التمويلات المجتمع المدني. هل يندرج في إطار تضييق على العمل الجمعياتي وخنقها، أم يندرج كما يقول في إطار تحصين المجتمع، يحصن فيه المجتمع وتحصين سيادي للدولة؟ هو أخي حسين، أولاً ثم أمر يجب أن الناس تعي منه معها. أولاً أن النظم الشعبوية تتضايق جداً من تعدد الرأي ويعني الاختلاف، يعني كل من ليس معي فهو خارج، وهو يعني سبال بالخارج، لأن جوهر الخطاب الشعبوي هو نظرة مؤامرة. اثنين، السؤال الذي تطرحه، نحن كنا نتابع ونسمع معكم، إذا كان عندك كل مفاصل الوصول إلى الحقيقة وتتكلم نحن بالألغاز، يعني مش معناها سمع حاجتين، يما أن هذا خطاب لمزيد من السيطرة والتربية والتعبئة، وما تحب تتحمل مسؤوليات في محاكمة يعني معنى يعني هؤلاء، يعني هؤلاء أبرياء وأنت تنصب بهذا الشكل، ما لم تتمهم بالاسم وتحاكمهم يعني ما عندكش أدلة. إذا تسميهم يفترضوا أنت عندك كل مصادر المعلومة والمخابرات وكذا عندك بالتدقيق وتمر إلى المحاكمة، أنا تحكي بالألغاز، يعني أنت ما عندك دليل إدانة، لكنك مواصل في نهج ترغيب وتخويف الجميع. ما لم تقدم الأدلة الواضحة، وليس عاجزا أن يعني يوصل إلى الأدلة الواضحة ويحاكم من يتهمهم، أما مواصلة الحديث بالألغاز يعني أن الناس أبرياء لكنهم ماضين في نهج ترذيل وشيطنة يعني الجميع. خلينا لهنا يا رودين، إذا عندك أنت عندك ناس عندهم أكثر من 10 دور في السجن بتهم تقطع الرقبة، ومع ذلك الملفات لا يصرف المحامون فارغة ما فيها حتى شيء، وبالتالي هذا يبدو ثم نهج أو صنع هكذا يعني باية باش تم حتى راس إيبان وطني في هذه البلاد هذيا تجبد داك الكلمة نتاع القذافي الكلام الضالة، يعني كل من ليس معي فهو خاين. أعطيني هذا الدليل، يعني من تتحدث معه وهذه الورق وكذا، هذه يقولها إعلامي، يقولها واحد زوالي كيفي معناها معي، أما أنت عندك كل مصادر اللي يجيب لك المعلومة بالتدقيق، لما تحكي بالفرشة إما نقول أنك تواصل بناء التخوين الجميع، ليس إلا نعم ليس من زاوية التخوين والمجتمع المدني. كلما حرث المجتمع المدني وكما قلت، إذا كان سعيد يملك ملفات الأصل فيه لا ينتظر حتى يتكلم في الإعلام، الأصل فيه يمرر هذه التهم والظنون إلى القضاء. أنت تولي الوقت حتى معطى المجلة الجزائية متستر. ولكن أستاذ لمين، عدها بعض الاستثناءات، ثم جمعيات لا تزال تواصل في كشفها لملفات وتعمل الدور بنوت بعهدتها كمجتمع مدني فلسفته كسلطة، هي سلطة موازية بمعنى أنه مضادة بضرورة السلطة التنفيذية. لكن لا توافقنا الرأي أنه على الأقل منذ 25 جويلية الآن نحن قربنا على غلق عامين ونصف الآن من الانقلاب، عامين ونصف، هو في جويلية عامين ونصف، الشهر هذا نكمله عامين ونصف عدا بعض الاستثناءات. جمعيات كثيرة باسم حقوق الإنسان، جمعيات ناشطة تعرف في عصر بين ظفرين الديمقراطية، كانوا كنا نتابع في المباشرة، كانوا حتى عندما يخطون في البرلمان مشاريع القوانين كانت الكاميرات تنقل في المباشر أصلا، حتى الخصوصية كانت مخترقة، الخصوصية الذاتية متاع النواب مخترقة، عدا أنهم يشاركوا في القرارات والقوانين. اليوم أي وصف نعطيهم؟ تبخروا، ذابوا، انسحاب تكتيكي، فرحين. هذا الغياب من شأننا نطرح السؤال، احنا في بوزيد يا سلامين العلوش نعلفوه باش نحضروه للعيد، فات العيد ما تباعش نقولوا ضيع العام. هذه جمعيات مجتمع مدني
كم احترام تعلف تعلف شو تعلف كنا نحكي على التمويلات تعلف بمعنى راه تجيها التمويلات صحيح علنية معلنة ولكن راه تجي باسم على الشعب التونسي راه كتجي تمويلات تحضر باسم الشعب التونسي وتسمع الشعب التونسي إذا كان 10 سنوات هجم عليها المجتمع المدني وجبن حقوقية تعلف الفلوس ولكن نهار الحاجة بيك يا وجهي خبشتك القطاطس ما تلقاهاش بل أن بعضها تجده أو جاء تبختر في ظل الدبابة بل على حد قولهم اشتغل كسيحة ألغام تصفية ديولوجية أليس من الوقت عشان نعاود السؤال حول ماهية الجمعيات هذه يا أستاذ؟ اولا استاذ حسين انا اربأ بكم انكم تتعاطوا يعني تتقاطعون مجرد التقاطع مع الكتاب الرسمي المسون لكل يعني نشاط جمعيات وكل نشاط مدني طبعا دائما تنسيب قلنا سلمين متاكد انه ليس هذا يعني هدفكم اثنين استاذ اؤكد لكم اخي أن هذه الجمعيات التي تتلقى تمويلات من الخارج لو كانت يعني مناشدة لنا فتح ملفها مطلقا لو كانت مع السلطة السياسية وإحنا وراك بالبندير لما فتح ملفها ولما أعنى في شرفها ولما تجبد ملف التمويل الخارجي هذا يلزم التوانسة يعرفوا الجانب الثالث أيضا هذه الجمعيات لا تتلقى تمويلا تحت الحيط وتهريبا تتلقى يعني تمويلات وفق اشياء صح عليها الدوله التونسيه يعني ما تلقاش حاجه في الحمراء تحلم يعني يتم اثنين الدول اللي تدعم في الجمعيات في تونس ولا في كوبا ولا في اي مكان الدول الداعمه او الدول المموله كل ديسمبر يعني كل رأس عام مثل هذه الأيام تهبط سواليزون في الرايد الرسمي بتاعها يعني تهبط الوسائل الإعلام بتاعها في مواقع معينة لبنود اللي مولت بها جمعيات في الخارج علاش؟ لأنه الفلوس هذيك هي أموال دافعين الضرائب في فرنسا أو في ألمانيا أو في فرنسا أو في أمريكا أو في شيء من هذا يعني مش ناس تعمل في الحضرة بتاعنا ناس تعطي فلوس الفلوس هذه تدفعها دافع الضرائب في تلك الدول يقولوا لي وراه جزء من الموازنات اللي هي مخصصه كذا 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 انا اعطيناها لفلان وفلان 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 تحت عنوان يعني دعم الديمقراطيه ولا الانسان ولا الصناعه التقليديه ولا اي شيء معناها الوضوح التام على وين المعركه؟ المعركه تتم في من تم تمويلهم اللي تم تمويلهم هل كانوا اوفياء الى البنك الذي على قاعدته تلقى تمويلا وتاكد لك التمويلات ما جاتش تمويلات يعني تهريب من حفره شفناها في المطار لا تمويلات شفافه استاذ امين البنك المركزي يعرف التمويلات شفافه صحيح في البرلمانات الاوروبيه ولغيره يقول لك تمويل بعنوان دعم الديمقراطيه سؤالنا اذا كانت هذه الجمعيات عندما تتلقى الاموال راهم يقولوا رصدنا للدوله التونسيه هم ولكن يهزوها في ديتويو خاصة الجمعيات هذه سؤالنا إذا كانت هذه الجمعيات باهي نحكوا على الشفافية خارجيا أي دور لك أدبي إذا كان أنت جاي تأخذ في التمويلات أجنبية ولكن على أرض الواقع لا تدافعين عن حقوق الإنسان عليك نور سيدي هنا المسكوت عنه في تونس أن هذه الجمعيات لا تنتمي فعلا إلى مجتمع مدني وإنما هي مجرد أذرع لأحزاب أنت تشوف دائما الجمعيات متماهية مع مواقف الأحزاب مثلا من الديمقراطية في تونس أو من الانتخابات أو شيء يعني من هذا القبيل بمعنى أنه في زمن الاستبداد للأسف كما حاجة العشرة سنين مش تحرر منها لا الاتحاد ولا الجمعيات قالوا في زمان اللي كانت الأحزاب ممنوعة كانت التغيرات السياسية تنشط في صلب النقابات وفي صلب الجمعيات يعني معناها في غيبة حرية العمل يعني الحزبي تم تثبيت وأجازت مؤسسات المجتمع المدني جاءت الثورة ما يعني وضحت باب التنظم الديمقراطي بشكل انفلات يعني ومع ذلك نجد هذه الأحزاب اللي تعرف روحها يعني على طرف الفلسفة وما عندهاش
وزن عند وزن انتخابي عند الشعوب، يعني عند الجماهير، عند الناس، عند الناخبين، عند كذا، ما تنالش ثقه الكويتا. الو كيما السرطان على فكره، الله تم التمييز تنوت في الجمعيات باسم المجتمع المدني اللي كانها كلها اجندات حزبيه، يعني الناس اللي تلقوا تمويلات باسم دعم الديمقراطيه ودعم كذا كذا كذا، وكانه كل شيء باهي يقبلوه الا امر واحد، ان الديمقراطيه لا تصب في خراجهم او لا تصب في خراج يعني احزابهم، تكون النتيجه نعم تذكروا لهذه المساله الديمقراطيه، وعندما حدث انقلاب على الديمقراطيه فرحوا جميعا، وهنا لهم الاخر نحن يجب ان نقللوا فرحهم وصمتهم وتواطؤهم هو يشير انهم اعضاء متفقون لاحزاب نهضت الديمقراطيه، هم من الوطين، هم الذين شوهوا العمل الجمعياتي، وهم الذين تترسوا داخل العمل الجمعياتي، يعني وكأنه تم النصب حتى على الممولين في الخارج. أنت قلت منذ قليل نقطة مهم، قلت أنه لو كانت هذه الجمعيات مناشدة لما تم ذكر الموضوع. ربما هو قلت أنه سعيد الكلام هذا حكاه عنده عام، بحيث يصبح بمثابة أكل عصا الغليظة تهديد، والتهديد ربما أهم في بعض الأحيان من التنفيذ، بمعنى يبقى دائما هذا الصوت مرفوع رد بالك. لكن هل يسموها دي مدائن الطوب، قصور الرمل؟ هل معقول أستاذ لمين أنه في فترة قصيرة كل شيء يذوب؟ تعرف أنه في مجلس النواب، مجلس تأسيسي، قادات هيئة مستقلة انتخابية وتوانسة كل صدقوا نتائج هذه الفترة هذيك، وفي مناخات ثوري ثارت، تعرف وقتها يسموها كالمجلس التأسيسي الموازي. يا رسول الله، ما ثمش حتى الآن سلطة موازية صورتها الانقلاب الآن؟ إذا كان ثم يعني وين من الناس هذيك، وين من الناس هذوما؟ كيف لكل تلك المؤسسات ودبابات بيض فرين المدنية تنقرض بين عشاء وضحاها؟ أخي حسين، هات نبدو من أصل الحكاية كما يقال. أنت تتذكر يعني جيت بعد بزلت أستاذ أولاً التنكر 17 ديسمبر والجميع تحدث عن 14 جانفي، ليش تقليل من 14 جانفي؟ أما لأنه كل من ليس له شرف الإسهامي في 17 ديسمبر يعني في شهر الثورة يجب يعمل الروح الحضور ويقف على 14 جانفي، هذا يعني جانب. الجانب الثاني في التربية المعتدية على ثورة التونسيين في حسين، تتذكر أكثر إيديولوجيا تروجت بعد طمس 14 لثالث 14، الإيديولوجيا الثانية هي أنه هذه ثورة الشباب والأحزاب ما ثماش، وأنا من الشباب مش شباب الأحزاب، شباب لا نعرفه، شباب اللي يقاطب لها والأناقة والكلمات اللي شفتهم أنت في وسط الثامن اللي سيباش هو وكذا، يعني أنه تم يعني تبخير نضالات عقود طويلة ضد الدكتاتورية ولا هذين عملوها يعني شباب، وبالتالي الحكاية بدت من هنا. بعدون الجمعيات أنا كان دائما عندي أتاكد العطير دي ما أقولها ونكتبها، يعني المسيرات اللي تمت خلال العشرية كنت أخذ صورتها لكن بالحسومية وحكومة خبية كل أصحاب كل شيء يكتبوا كذا كذا، كل الأمرين معناها. أولا من يتصدرون هذا نعرفه. الثاني الأسد الأمنية تنم علينا. النهار مثل الأسد الأمنية تنم بالعساد وكان مصطفى الأول. يعني كانت عندي حساسية من هذه الجمعيات وهذه الوجوه الحزبية التي انفجرت كالفقاقية بعد حرب الجنبي. الكورس إلى حبيب وعجيلة البدون سيرة. يعني الناس بناس سيرة، الناس مش معروفين. يعني اليوم تغيب كمدن الملح يا أستاذ لمين. تغيب كمدن الملح، ما تسمحهاش لا بيانات ولا هم يحزنون، خلات البلاد طلعت شيء. اي سي حسين، هذه جاي اخي فاضل. الناس اللي سكرت السكك وكانت على عطة يعني اضراب على يعني مثل اللي قلت لك، انت اعطيني الذين ارهقوا الدوله بتلك يعني التحركات من فضلك، حتى سمع اعطيني فيهم وجوه كبيره يعني معروفه. الوجوه النكره التي ارهقت الجميع هي وجوه وظيفيه، بمجرد انه تم الانقلاب على الديمقراطيه عادوا الى طبيعتهم، يعني انجزت مهمه
المهم كانت يعني الثغره الديمقراطيه تثبت الديمقراطيه ليس الا معناها، وبالتالي تلك الجمعيات كانت جمعيات وظيفيه لانها بلا ماضي بلا سيره، النشطاء جدد نشطاء جدد يعني بلا سيره نضاليه. انت عايش اليوم تشوف محمد همداوي، محمد همداوي في شعاراته ان البرلمانات يعني الليبراليه ثرثره برجوازيه تحت القباب، ومع ذلك تسمع اليوم بتدافع عن الديمقراطيه وقول دار انقلاب، يقول حما متناقض مش متناقض، خاطر حزب مناضل، حزب مناضل يعني من الديمقراطيه ناهزه يهاجمها الليبراليه لانها تعدم يعني الليبراليه، لكن عندما تم الانقلاب وعليه يدافع عنها بالنوازل. لماذا؟ لانه حزب يقوم على الحريات، يعني ثار وانتفض خلال الديمقراطيه بدون ما يطيح على راسه، اللي طيح السقف على راسه وبعد ما صار الانقلاب انسحبوا من الساحه هم الوظيفيون والنكرات والذين لا نعرفهم. نعم سؤال يعني. وعندنا عشرات الاسماء بالفعل ونسالوا عليهم وين هم؟ مش ربما فرصه باش نحييكم من ذاك، لكن ليش نذكروا فيكم فيه؟ اسماء بالفعل كانت تمنا بلاطواتنا ندوات كانت منظره في الحريه خمسان، اين هم الان؟ يا سي حسين خليني اجيبك ابتسامه، تم رئيس حزب كان يخدم في الحكومه وكل يوم الحكومه مخرج البافله كان واحد منها مخرج بتاع الدبلوم وطالع معناها يعني ولا نهار وقفوا ولا نهار قالوا فيك يعني تخلطوا. اكثر حزب اليوم متطرف في مناسبه الانقلاب والهضم الديمقراطيه معناها انت كنت منها لها معناها اللي هذا كان عايشين في الشعب المهنيه معناها. هات نمشي واحنا تعرف اخر الهيئات هو الانقلاب وقت اللي جاء اول نهار 25 الدبابه ومشات، مشات مجلس النواب ومن بعد مشات المجلس شو اسمه بتاع القضاء، وكلنا تسالنا ربما احنا استجاب لنا السيد سعيد مش عارف يتفرج فينا، هو متاكد يتفرج فينا، ما ثمش ناس اخرى يعني انتقدوا الهيكا، احنا الوحيدين اللي بننتقدوا الهيكا وعركتنا مع الزيتونه ان شاء الله بلاهم على غير دين. احنا نقول اخر هذه الهيئات يا استاذ لامين هي فيها بقوة خمسة، هي فيها خمسة فيها الزوز والبقية يعني ملحقين، يجيهم إشعار هذا تو نشوفوا إشعار بريد إلكتروني أنه راهم بداية، ومش هم اللي علموهم هو نسمعوه سي سنوسي محترم سي سنوسي الكاتب العام تاع الهيئة تاع الهيكا قال أعضاء قال الأعضاء لهم راهو فلوس مش تقف من بداية جانفي شهريات. نسمع التصريح اللي يقول فيه السنوسي في ديوان فهم البارح يقول احنا لن نطلع عليه طول نعاود النقاش ونشوفه ونناقش نسمعه بالله في ديوان فهم شو يحكي البارح. هي طلقت اشعار عن طريق الكتاب العام، ليست لدينا الى حد الان اي مراسله، وهذا الاشعار هو ايقاف عمل جميع اعضاء مجلس الهيئه وجميع اجورهم. الجميع فقط مش زوز بركة معناتها؟ لا لا ليس فقط معناتها كأنه لايكا سي خارج الخدمة. الإشعار هذا من الحكومة؟ إشعار للكتب العام للهيئة العليا المستقلة لاتصال السمع البصري لايكا، والكتب العام أعلمنا دون أن يمدنا بتفاصيل دون ما نتعرفوش شكون الجهة معناتها اللي قدمت هذا الإشعار. هو يقول أنه من رئاسة الحكومة لا يقول هو يقول أنه من رئاسة الحكومة، ولكن الوثيقة في حد ذاتها لم نطلع عليه. نعم صبرك علينا سي شو اسمه سنوسي ولك يا سي لامين. الهيئه المنوط بعهدتها مراقبه التغطيه ولت خارج التغطيه خارج البث، واكثر من ذلك كنت اسمع فيه يقول لك جانا بريد الكتروني واعلمهم به الكاتب بتاع الهيئه وهم ما شافوش، وقبل ذلك في تصريحات قال انه حبوا يقابلوا سيد رئيس الجمهوريه من 25 جويليه لم يحظوا بهذا الشرف، ومش اكثر من ذلك هم طلبوا حتى رساله على قال حسب الاصول قال لهم لا بره وحطوا في مكتب الضبط. هالنهايه يا سي لامين اعطينا قراءتك في هالنهايه، ايش باش نقول لك هي مو اسفه ايش باش تقول؟ هو سي حسين حشاكم الورق المناديل الورقية ورق المراحيض تستعمل مرة واحدة وتطيش. المثل الشعبي يقول الدلو يطلعوا به الماء ويبات البراد.
كل من يقوم بمهمه كبيره في التاريخ يعني. نعم. من الناس اللي فتحوا ومكنوا الغزاة من ابواب مدائنهم يبذلوا فلوس يقولوا لا نحب نفتح يقولوا لا يجب طرح الحوله، وبالتالي انه في الناس اللي قدموا مهمات كبيره هم اول من يتم التخلص منهم بلا رحمه يعني ما يقال. انت ريت المدري فاتت الناس اللي سبقوا للانقلاب والحرب معناها وشعل الدنيا ايام ايام عندما كانوا منتخبين عندما كانوا بقدرهم. يعني بتم قانون تجريمه طبيعيه ما يتعداش ما يتعداش وبنعم ثلاثه من الكل. وبالتالي الناس هذه ما هياش ما عندهاش يعني عرش يعني مثلا قاس شويه أما حشيتك بضحكة يعني تتمدلوا وتتمدلوا المحنة في التحمل يعني تعملوا قدرة يسجدها ويأكلها في التراب على ما هي فترة في القبر ويأكلها الملمدة يعني. يعني الجمعيات والأحزاب والهيئات اللي كانت الديمقراطية يعني تسمعها أنا ما أنت ضعف زي نقاي أنا تم قيود النقابي كان بيستطيع يحط الحكومة بيستطيع يلغي تعيين وزير مجرد تدوينه بالفيسبوك يجب يحبس بها الدنيا. عندما كانت الحكومات تنفط الى المجتمع المدني وتنفط الى الجمعيات وتعمل اقدار معناها. لكن الناس هذا يبدو انه لم يعود يعني الحجم اللي مثلت منه الديمقراطيه وحزبتها خلينا نتكلم شويه حزبتها العباد معناها وكذا. الاقدار تقول انه في النهار يفهموا فيه. أنا فرحان جدا بما يجري على أكلاتك الباهظة، على أنه الأمور قاسية لكن كان لابد منها. كل من طعن مسألة إرادة الشعب ومسألة الاختيار ومسألة يمول بالناس، ترى واحد ما يجيش يعيش بقدر يعني يسمع يعيش بالكف معناها. وبالتالي الناس هذوما كان لابد أنه الانقلاب يطبق معهم الحساب. جانب منهم لماذا؟ لأنه يعرفهم. يعرفهم انهم خالوا الديمقراطيه وبالتالي ما يجوش يكونوا اوفياء ليه معناها، وبالتالي هم الجزاء العادل يتلقونه اليوم. في حسين بالعربي الفصيح كان لابد من ضرب وتدمير هذا المشهد المزيف الذي يعني انبت خلال العشريه يعني بعد الوضع الغربي. الحريه والديمقراطيه والاستقلاليه المنظمات والمتنابيه لا يدافع عنها الا احرار. فلن يتقدم الأحرار وإن كانوا غلبة لتحرير المشهد الحزبي والبرلماني والنقابي والسياسي وكل دفع يتحرك. كان لابد من تلك النكرات والوجوه اللي كنا نشوفها على مدار 10 سنين وصانح يعني كل تلك يعني العروض إذا ما عرفتش الديمقراطية فليعتبر من انقلاب اليوم. شوي فيهم ومحلاها فيهم كل ما يجري هذا اليوم. فالأنت الحرية والديمقراطية على الأحرار والذين يدفع الأهمية الباهظة أن يضحوا أكثر من دفاع يعني عنها. لكن لا ينظر اتفاع الأوراق الفريس وهي تتساقط. هؤلاء السفلة إذا لم تحاسبهم يعني الديمقراطية فقد من مكر التاريخ أنها تحاسبهم من شجعوه على الإطاحة بالديمقراطية شكرا له على أنه يفتك بهم فتكا يعني فظيعا. واللي حاسبه نحن نعرفوا حقين الهيئة يشدوها نزوها يا حسين زملائك اللي كتبوا في الموقف وكتبوا في المواطنون وزحلوا في البيوت وتعرف انت شايف هذا من الحاجات اللي يكونوا في الهيئة ويكونوا في جسم هذيك نتاع الاتصال و و و و نعم. علاش يعني يجيبوا الوجوه هذه؟ الوجوه هذه لازمها تاكل الكف لازمها تاكل الكف ويلزمها تتجوع ويلزمها تذل وهذاك يقدرهم. والمعارك الحقيقية على الوجوه التي ناظر في عقول أن تتحمل مسؤولياتها وتتقدم وتكون طرف معارك تحرير المجتمع. أنت قلت سلامين كان مشهد مزيف، أنا التوانسة أن يفيقوا بفعلك أن كانوا مشهد مزيف الحقيقة بمعارضيه بحاكميه. اكتشفنا فعلا أنه بعد من كانوا يحكمون لم يكونوا يحكمون، وفصلنا في هذا مرارا تحدثت بكل حرية سلامين هذا كنا نتوهم أو هم كانوا يتوهموا أنهم يحكموا. فإذا بهم اليوم وخطجات الدكتاتورية أعيد وأقول مدن الطوب هذه أسوار الرمل هذه أسوار صلصال انقرضت وحدها. كنت نحكي على النقابات الأمنية وعلى الهيكا وبعض النقابجين هذوما انقرضوا وحدهم يعني ذابوا مدن الملح.
لكن انا تعرف احنا الحقيقه ديما احنا شريتنا مجروحه في الهيكل مش يكون صريحين، ولكن نحاول اني اتعاطى ببرود تام مع المعطيات. على الاقل البارح عدينا تصريح وحوار لعضوه الهيكل رشيد النيفر في نواه تصريح على الفضائح اللي تعطت الرخصه للطاهر بن حسين، كيفاش تبدلت الرخصه نتاعو في 2014 وباعها بعد نهارين الفهري زوجة الفهري، وكان الحوار هذه تقول فيه وتعاود فيه النيفر، هذه كانت عضو في الهيكل وخرجت، مش كلامنا احنا، وصمتوا على هذا. اليوم سي سنوسي فيقنا بحاجه سي لامين، قال ما عندوش الحق رئيس الحكومه يتدخل فينا، يبعث لنا بريد الكتروني وصلنا قاضي بعد ما خلات البصره بعد عامين ونص. فيقنا سي سنوسي لان يلزم احترام المؤسسات، يعني وقت ضربة الدبابة دهمة على البرلمان ما كانش هنا سي سنوسي، وقت دهمة على مجلس القضاء ما كانش هنا سي سنوسي، لا في أكتوبر 21 جو شمعونا سلوات الزيتونة وقتها، وكان يقول راه جاء الوقت باش نطبقوا القانون. وقتها سي سنوسي هو راه نتفهموه سي سنوسي الحرقة المرارة في حلقه نشعروا بها سي لامين، نتفهموها احنا. تعرف يقول لك بعد كل ربيع يا سي لامين ايش يجي؟ يجي الصيف، بعد كل ربيع ثم صيف، 10 سنوات من العربدة وقطع ارزاق صحفيين، جاه النهار ما قابلهمش، قال طلبنا لقاء او طلبوا لقاء عندهم عام ونص باش يقابلوا السيد رئيس الجمهورية، قال ما نقابلكمش، بعث لهم بريد الكتروني. هو لازم يثبت سي شو اسمه سي سنوسي لعل يكون سبام اللي بعثوه له، اصلا مش بريد، اصلا في بريد قال وما خلوهمش يشوفوه. الكاتب العام الهيا قال لي سي سنوسي راه جاء فيكم قرار بوقف الفلوس، وقف الفلوس راه يا سي لامين، حتى جماعه العلف يقولوا يجتمعوا معاه يقولوا بطلنا الكونترا هذا حبسوه. المشكله سي سنوسي جاء وفيقنا يا سي لامين، وهو عندهم رقابه اداريه وشاف، قال هو اعلمنا قال ثم رقابه اداريه على الهيئه وشكل اشكال الابتزاز، الرقابه على المال العام 10 سنوات. اول حاجه سي سنوسي ننصحوك والله بكل حبه تعرف نحبوك، هالدوران على البلاطوات ما عادش الدور، انت انسان مشبوه فيك رقابه اداريه مشبوه، الله وعدته ثبتوا صحيح، اما كدور على البلاطوات تقدم خبزتهم ما عادش الدور، البد حتىش يوفى التقرير تو نشوفهم بعد. اما هالحلمة متاعة اصلاح الاعلام تصلح في الاعلام انت ما عادش شكون تعود فيها دي، انساها البد خلي تعدى. خاطر تعرف سي لامين السيد سعيد ثبت انه مش ينقم على المعارضين، ينقم على الناس اللي تبدلوا، وراه عنده نقمة كبيرة جدا، وشوفت انت الناس اللي كانوا في الصف نتاعو تبدلوا دار عليه. ننصحك يا سي اسمه السنوسي هذا ما عادش تدور على البلاطوات، خلي الصحافيين يلقطوا الخبزة تشوه فيهم ليش، رد بالك، هذا نصيحتنا، وان شاء الله ان شاء الله ياخذ بالنصيحه ونصيحه من الدين. اما كلمه حريه الاعلام هذه ما عادش تحكيها لنا. خلاصه بصفه عامه نحب نرجع لك مره اخرى يا سي لامين، كل هالهيئات هذه اللي كانت المسؤولين الترويكو باسم الثوره مرعبينهم، اصلا مرعبينهم مركب لهم الرعب غير شيء، اليوم تذوب نقابين وحاكمون صباح المساء رسول الله، قضايا من الشمال للجنوب، مؤسسات يجر فيها بجرة قلم. منين جابها القوة سعيد هذه؟ قوة بوليس وإلا هم أنفسهم ضعاف؟ منين استمد هالقوة هذه؟ كيف يستمد سعيد هالقوة هذه؟ على نقدنا ليه في حين من حكموا باسم المشروعية وباسم الشرعية كانوا معناتها مش حمل نعاج، مع احترامنا لبعض نصارح الناس. أستاذ حسين أخي، أولاً نعم يعني من حكموا هم بدم، يعني صحيح كان في ارتداءات وكان في كما يقال أيادي مرتعشة وشيء من القبيل، لكن أيضاً كان في أمر آخر، يعني الناس اللي دفعت أثمان بائدة من الارتداد كانت تترفق. أنا أتذكر خليني ما نسميلك حد، نسميلك حاجة واحدة، ناجي دلول منين كان وزير التربية، إضرابات وشيء من يقول نهنيهم وأنا كنت نقابي ونفهم المسائل هذه. يعني الناس اللي حكمت في الفترة الأولى فترة ترويكا ولا بعدين في فترة البادي ولا الحكومات اللي جت بعده،
يعني المناخ العام ويعني كراسه السياسيين الذين دفعوا عدنان باي الى زمان الاستبداد كان فيه ترفق وكان فيه تفهم لتجاوزات الناس اللي باسم الحريه وباسم الديمقراطيه تنتهي الى الحريه والديمقراطيه، هذا يعني كان موجود. لكن الناس الذين بالغوا في الاساءه للمنتخبين، بالغوا في الاساءه يعني للديمقراطيه وتلك المؤسسات، اليوم لما جاء يعني معناها الكتاب بتاع الكلام ما يثقش في هؤلاء، يعرف ان يعني ان خذلوا هو حاكم في عشريه كامله من العشريه، الو هم يثقوا يعني للانقلاب لا يعني انه سيقبلهم، انت تشوف تدوينات الحلقه الضيقه لانصار قيس سعيد يعني نعم هذا المشروع يسبوا في هذا ما يعتبرهم قواده معناها يعتبرهم فاسدين وما عندهم فيهم مصالح على يعني هم يتبنوا من قوده لكن قيس سعيد ولصاقه موقع الحلقه الضيقه لا يعتبرون هؤلاء يدعون الى ما يسميه هو بالمشروع وبالمصالح او تسليح يعني المصالح هذا جانب. جانب اخر ايضا الحكم في هذه المجموعه الايديولوجيه التي تحيط بصاحبها وفيه الدوله الحقيقه يعني صح طريقه كانت تتجمع اسحبها برشا يعني تلك تصفي حسابها ايضا عندها داخل ضايعه اليوم ويعني تصفي كل شيء كانوا شنو عندهم هذا ممكن ما عندهم بالتهديد يعني وبالتالي لا تاخذك بهم رأفة ولا شفقة ما همش الانقلاب قوي معناه هذا ممكن ما عنده شيء هذا ممكن ما عند المنظومة ألا تحتاج الدكتاتورية بن علي في قمة جباروته كان يستعمل دائما واجهات ينمق بها اكسسوارات مكياج هل سعيد الان مخه مسكر في اتجاه انه ثم ابواق لما عاد ما يستحقهاش قوه منه ام ماذا؟ لا الشعبويه يا سي حسين الشعبويه فهم حاجه وحيده انا بقول كلام قد يهزم الناس اخي انا اول مره تنقولها يعني قدامي ريت انه الانتخابات يعني صفر مشاركه نعم هبط علماء الاجتماع بالناس اللي مش يشاركوا يقول لك احنا ما حسناش بهذوما حاجه تقعد تعيط يعني ان الرجل ضامن بخطاب شعبوي مظلم في تضليل الناس ليس محتاج الى واجهات كما كانت تفعل الدكتاتوريه بن علي، الدكتاتوريه امر اخر الدكتاتوريه تخلي الشعب يتعاطف مع من يعني يعارضون الشعبويه تخلي الشعب يلزم بالحجاره من يعارضون يعني لانه مارس قتل السياسه بشكل كبير جدا وصارت ترده يعني ان التونسيين اليوم هم رعيه تنفذوا الى سي البي يقول يعني مش الانقلاب ما تمش عن العشريه اخي ما تمش عن الديمقراطيه تم عن الجمهوريه تم على حاجه حسب المواطنون نحن اليوم نعيش في ظل اماره وفي ظل رعايه يعني معناها رده اعمق من انها رده يعني على ديمقراطيه هشه او شيء من هذا القبيل هذا يجب ان نعرفه بشكل يعني واضح وبالتالي ما هيش قوه في حسين هي الشعبويه يعني الشعبويه في حد ذاتها كرده عامه تم حاجه ايضا ثانيه يعني تعرفها وتكون قدامك اول مره معنا هذاك اللي كان يسموه زرقون اللي كان موجود هو ديما يزيد في الاستبيانات زرقوني نعم أن الراشد الغنوشي أكثر شخصية مكروهة في تونس نعم بغض النظر عن الأمور مدرسة أم لا ما تم حتى واحد سأله قال له وشكون الثاني اللي تذكره عليك اتحاد الشغل عمركم ما قلت أنا مكروهة ما يحبوش ورغم الرقم موجود عندهم يعني هو على فكرة سلامي على فكرة حتى نعالج بعض التقاطعات في الصورة هو في 2010 زرقوني نفسه عمل شخصية العام سيرين بن علي أرجعوا للصحف وكتبوا 2010 هو اللي اختارها شخصية العام وتعرفوا بعد 2010 يعني بعدها بأشهر وقعت الثورة باش تعرف مدى صدقيتها إيه نعم سلمي طبعا قيس سعيد عندما لا يرحم هؤلاء لأنه يعرفهم جيدا محيطين به
ليس حبا فيه وانما كرها للديمقراطيه، ويعرف انه لو دور الدواخل سيكونون الاقصى عليه. وبالتالي معركتنا اليوم في الدفاع عن الديمقراطيه والمؤسسات ودستور الثوره وهذه المسائل، هؤلاء الذين يشتك بهم ليسوا جزءا منها، هؤلاء ليسوا جزءا من مما تم الانقلاب عليه، هؤلاء جزء من الاطراف التي انقلبت على الديمقراطيه. وبالتالي اليوم حتى كانت تكلموا روى السياسه من برا قالوا لهم تكلموا، معناها خليني اقول لك اخي فلسطين، اول مره من 30 هذيل، يعني انه اللي صفق لهذا الانقلاب وصفق على الدبابات لا يمكن ان يكون جزء ممن يقاومها او يكون جزءا ممن يدافع عن الديمقراطيه وعن المؤسسات. ما نقدرش نقول لك فخاري كسر بعضه، لكن الانقلاب يعرف ان هؤلاء ليسوا اصدقاء له، وبالتالي يذيعهم بلا ضجيج. لماذا لا يكمل الفصل الأخير من المسرحية سلمية؟ هو عنده سنة انتخابية، واحد يسأل إذا كان ماشي في نظرية استعمالهم ما يكمل به الشوط الأخير بتاع الانتخابات. هو إذا كان ماشي في يعني في الرئاسية خصومه موجودة في السجون. اثنين، المؤسسات والبرلمان والمجالس يعني المحلية تبين بالكاشف انه يوم حطم البرلمان يعني وبالتالي لن يبنى بانصاره، لانه هو حطم يعني الفكره في حد ذاتها. ابقار امر وحيد، الانتخابات بيعه، البيعه ليست محتاجه الى هؤلاء يعني جميعا، كلما فتك بهم كلما الرعيه فرحت اكثر. ما يفعله لا ينال منه في الانتخابات القادمه، وانما يدعم شرعيته في الانتخابات القادمه على اعتبار انه بنى جمهورا متعطشا الى تحطيم ثلاثيه لعثمان. وهو في النهايه هيئه صدى السمع البصري هي تعرف اخر لبنات نتاع باستثناء هيئه اخرى بيستر عليها نتاع هيئه التعذيب، واعتقد مره اخرى في اخر مره منعوها اصلا بيان باش نكون دقيق، عملت بلاغ على تجاوز مع خلوهاش تشوف سجن حاجه كما هكا. ولكن هي العقد انه السيد سعيد عنده تصميم ما يحبش يتلفت له، اللي كانوا يتصوروا هم بمنأى، كانوا انفسهم بمنأى على العشريه. هو حتى كي يحكي السوسي يقول لك نفس يعني ضرب الاعلام كيما العشريه اللي فاضت. شفت يا رسول الله 10 سنين تضرب في فلوس والمال العام، وقاعد يشبه بوضعية تويكا بوضعية العشر سنوات. هو سعيد عنده تصميم ما يحبش يتلفت لهم، على كل منتجات العشرية هذيك ما تلفتلهاش. اي اي انا دي قلت حاجه اذا كان فهمت السؤال، يعني ما يفعله لن يؤثر، هو حمله انتخابيه يعني مش يطمس بعينه، مش يطمس بعينه. كل عنده جمهور، عنده يعني جمهور، كل ما فتك بالمؤسسات، كل ما فتك بالمناضلين، كل ما فتك بالقيام الجميله الا وقالوا له ضد اضرب معناها. وبالتالي حملته لا تقوم على اعاده الاعتبار للمؤسسات و العفو على المعتقدين وشيء من هذا القبيل، لا لا لا. حتى لو يفكر القنوات كلها يعني اليوم يفكر يعني الراديوات، جمهوره سيشرح اكثر وسيظني لا هذه الشعبويه، راهو الشعبويه معناها الخراب راهو يتكفين. عندك كتله صماء يخدم عليه، ما يهمتوش في الاخرين، هو قال بمن حضر. عندك كتله صماء حضروا يشجعوا فيه ويمشي يا قايد وكهو، ما يهمتوش في الاخرين. طبعا 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 انس ولو نامت نسمع في احد جماعاته يدي تقريبا هكا في احد الاذاعات، يقول لك حرفيا يعني ما قال التعليق على نسبه الانتخابات يعني كلها هذه النسب الصفريه معناها. ايش قال؟ قال نحن في حركه التحرر الوطني، والتحرر الوطني الناس اللي يقوموا المحتل ديما شوي يعني الوطنيين هم 8% والاخرين الناس ضايعين فيها، يعني واضح ما عندكش ما تحكي معاه معناها. نعم هو كما قالش البخيه كفار يسمى مازال جدا. قال لك النسبة معقولة يعني في الكفاح الوطني عندك ديما اللي يقاوموا 10، قال لك احنا اليوم في فترة التحرر الوطني، وبالتالي ما 10 يعني الوطنيين، الناس الآخرين خارج يعني الفصل باهي خليناهم أحياء معناها، باهي لم نقتلهم يعني. نهاية مأساوية، فنهاية مأساوية وتحز في القلب، تحز في القلب. نشوف قلت لكم
نحسه بالالم اللي حس بيه سي شو اسمه هو سي سنوسي. نحسه بيه الخبزه مره. هو قال مش نعملوا طعن في الشهاري تو من جهه هم زوز من ناس راه تو يحكي باسم خمسه لانه ثم ثلاثه الاخرين عم الحاق بتبعتهم الشرجه. هو اش قالت لحظه سي لمين هو فقط هو يبكي على الشهريه نتاعو ولكن ديما يقول راه مشكلتنا مش الشهريه مشكلتنا في اللي بعده. يا ودي ثم مثل حتى تعرف سلامين يقول لك طلقها وما وريها دار بوها ودار سيدها تو انت بعد 10 سنين وتفكر في اللي جاي من بعدك ومن 2019 يقول في الكلام هذا يقول مشكلتنا وين يلزم بديل وشاد صحيح. هو الان متهم خاطر قال عندنا هيئه رقابيه ربما مش متاكد ربما اداره الزيتونه قد تفكر تحطه كمراسل اذا كنت بطبيعتك كانك ماشي جاي على البريغاد نصوره المره الجايه على الاقل انقل لنا اخبار الصحافيين والسجناء هانك دزونا نتصور ربما يخدموك مراسل نتاع صدى المحاكم. نعم سلامين. هو سي حسين عندي جمله وحيده استاذ هو يعني تقريبا لهؤلاء يذكرهم بجمله قيلت في التاريخ تقريبا قالتها ام اخر امير في الاندلس. نعم ابكي 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 مثل النساء ملكا لم تحفظه مثل الرجال الذين خذلوا المناخ الذي جعل منهم يعني تقريبا مؤسسات فاعله ويعني ترتس وتسمع ومعناها كما قلت هذا الكل اليوم جاء من الفساد يعني جاء من الفساد معناها اذا الطريق انهم لم تعاقبهم الديمقراطيه يعني عاقبهم المنظومة التي ساعدوها على القبض يعني وبالتالي لازم هذا ضروري لا يجب أن يؤلمنا ما يجري لهم فقط كما قلتم أنتم الإعلاميين يعني ترصدون ووقفون هذه التصريحات وعمق تصريحاتهم وممارساتهم قبل ولا نملك إلا أن نقول هذا جزاؤهم العادل لا يمكن أن تعود الديمقراطية وهي عائدة قريبا لا يمكن أن تعود بالمعول الفاسد يعني ضروري ان هؤلاء الذين فتحوا بها يزيد كل كثر مع بعضهم الكل عندما تعود الديمقراطيه تعود معاداه لهؤلاء تعود تحقيق عظامهم قبل ان تعود الديمقراطيه. هذا هو الهم ان شاء الله ربي يحفظ تونس ومنابر زيتون المطروده والمهجرين هرجرنا على اولادنا احنا لو غلق الهيكاب باسلوب هذاك مفتوح منابر زيتونه مفتوح لكم مش تعملوا بكائيات ما بقي من الهيكاب. تحفظ الله ربي يحفظ تونس وان شاء الله يحفظ الديمقراطيه وعائده الديمقراطيه. لكن قلت سلامين يجب ان لا تعود باشباه هؤلاء باشباه من حكموا باسم الديمقراطيه للاسف الشديد. شكرا جزيلا لامين البوعزيزي الكاتب والناشط السياسي المؤسس في مواطنين ضد الانقلاب. هكذا ناتي لختام حلقتنا موعدنا يتجدد معكم ان شاء الله غدا بدايه من الساعه 8:30 مساء بتوقيت تونس. في امان الله.